وصفة خطيرة إن شاء الله يا رب تعجبكم، وصفة الجيلي بالكيك. بصوا هي إيه، هي تبان متعقدة بس والله هي سهلة إن شاء الله. هقول لكم إزاي وربنا يسهل إن شاء الله ونفهم كلنا إيه الحكاية. وصفة كيك الجيلي، المقادير: معايا كوباية وثلثي، يعني تلتين، تلت وتلت. إيه التلت ده يا جماعة؟ التلت ده اللي هو ربع عليه معلقة كبيرة، يبقى تلت. فاهمين قصدي؟ فانا معايا بقى كوبايه وتلتين، يعني تلت وتلت، تمام، من الدقيق، دقيق اي حاجه، تمام. ومعايا معلقتين كبار من النشا، دي مقادير الكيك، تمام، معلقتين كبار من النشا. ومعايا معلقتين ونص من البيكنج باودر، يعني تقريبا كيس بيكنج باودر اللي هو الكيس المغلف على بعضه ده. ومعانا ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ومعانا كمان فانيليا، ممكن كيسين من الفانيليا، أو لو فانيليا سايلة هنحتاج معلقة كبيرة. معانا كمان معلقتين من الخل، معلقتين صغيرين من الخل. الخل في الكيك هنا بيشتغل كمحسن في الكيك، يعني خصوصا كمان ان احنا لسه هنحط كوباية لبن، فالخل مع اللبن هيبقى عاملنا كده رايب كده لطيف قوي مع الكيك، بيخليه هش وعالي وطعمه لذيذ. فانا قلت خل، تمام، وكوباية لبن، وهنحط كمان كوباية من السكر البودرة، ومعانا نص كوباية زيت، وطبعا رشة ملح على الدقيق، تمام كده. اقول المقادير تاني ولا حاجة؟ اقولها تاني بسرعة: كوباية وتلتين كوباية من الدقيق، وقلنا التلت الواحد يعني ربع كوباية عليه معلقة كبيرة، فاحنا محتاجين تلتين وكمان كوباية من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا، معلقتين ونص من البيكنج باودر او كيس من البيكنج باودر، ثلاث بيضات، كيسين من الفانيليا، معلقتين صغيرين من الخل، كوبايه من اللبن الحليب، كوبايه من السكر البودره، نص كوبايه زيت، ورشه ملح. بس كده، دي طبقه الكيك اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي بالمضرب السلك على طول، نضرب كل المكونات وتبقى خليط الكيك جاهز ويدخل في الفرن، تمام. نيجي بقى لطبقه الجيلي. احنا النهارده هنعمل جيلي الفراوله، عشان انا بحبه جيلي الفراوله ده، جميل قوي. الباكت بتاعت جيلي الفراوله هتلاقوا مكتوب عليها في العلبه من ورا ان الكيس بتاعها بياخد كوبايتين من الميه السخنه. لو عايزين تعملوا كده بس هتسيبوا بقى الجيلي مده طويله كده في التلاجة يسقع ويجمد، اوكي. لو مستعجلين يبقى هنحط بدل كوبايتين من الميه هنحط كوبايه واحده بس، ده يخلي طبقه الجيلي تبقى متماسكه اكتر وتجمد معاكي بسرعه في التلاجه، فانتوا براحتكم زي ما انتوا عايزين. فانا هحتاج ايه بقى؟ انا هحتاج تقريبا في الوصفه دي كلها على بعضها تقريبا 3 باكيتات، او ممكن مثلا نخليهم 4 باكيتات من الجيلي الفراوله. الفكره كلها ان احنا هنعمل طبقتين من الجيلي وفي النص الكيك، فالطبقة اللي تحت عايزينها تبقى كتيرة، الطبقة اللي فوق براحتكم. ممكن بالتلات باكتات بس نعمل الوصفة كلها، نحط شوية من تحت يعني، وبعدين الكيك، وبعد كده شوية من الجيلي. فاهمين قصدي؟ بس في الوصفة دي ضروري الكيك يستوي لوحده الأول، والطبقة اللي تحت اللي هتبقى فوق لما نقلب الكيك بقى، فاهمين؟ تبقى متماسكة، وبعدين هي الطبقة الوحيدة اللي هتبقى لما الحاجات كلها مع بعضها هي الطبقة الأخيرة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي، وريها لكم واشرح لكم الحكاية. بس تعالوا نعمل خليط الكيك الأول. هنجيب طبق كبير كده حلو، ونحط الدقيق، ونحط على الدقيق رشة ملح، ونحط السكر البودرة كده، ونحط النشا والبيكنج باودر، كل الحاجات دي كده مع بعض. هنخلي البيض هنا، هنحط للبيض الفانيليا اهو، تمام. هيتبقى معايا الخل، خل هحطه على اللبن اهو، معلقتين صغيرين خل هنحطهم على اللبن. هيتبقى معايا بقى ايه؟ الزيت واللبن اللي انا حطيت عليه خل، والثلاث بيضات ومعاهم الفانيليا. هنجيب لهم بولة تانية كده صغيرة، والمضرب السلك الحلو اليدوي ده، وهنحط الثلاث بيضات بالفانيليا اللي معاهم، ونضربهم كده كويس قوي. وحط عليهم نص كوباية الزيت، ومعانا اللبن
اللي عليه معلقتين صغيرين من الخل كده، ونروح بقى ايه للخليط بتاع الدقيق والنشا والسكر والكلام ده كله. بس انا عايزه برضو اديله كده تقليبه، وننزل بالتدريج الخليط ده على الخليط ده ونقلب. مفيش مشكله، انا هحط الاثنين على بعض عادي خالص اهو. وهقلب كده اهو. هيبقى ده يا جماعه خليط الكيك. بصوا احنا مختارين شكل صينيه، بصوا عامل ازاي، هاتيهو لنا كده يا سموره الشكل ده. تمام، شكل كده حلو قوي للكيك. ايوه للصينيه دي، الصينيه الحلوه دي احنا عملنا فيها ايه؟ هنحط فيها خليط الكيك اللي احنا ضربناه مع بعض، وندخلها فرن سخن درجه حراره 180 لمده تقريبا 40 دقيقه، ممكن توصل ل 45 دقيقه. استني عليها لغايه ما تطمني ان الكيك استوى. تمام، اول ما الكيك بيستوي بيبقى شكله حلو زي اللي معانا ده. هاتيهولنا كده، هاتيهولنا كده يا سموره. ادي الكيك اهو، بعد ما استوى خرجناه على طول بسهوله من الصينيه، لان احنا كمان بنبقى دهنين الصينيه زيت، دي حاجه مهمه جدا خصوصا لو هي من اللي بيلزق يعني. تمام، وخرجنا الكيك، وفي نفس الصينيه بعد ما خرجنا الكيك عملنا بقى الجيلي، اللي هو عباره عن ايه؟ 2 باكت من الجيلي الفراوله عليهم كوبايتين من الميه السخنه، وقلبناهم كويس قوي، ورحنا مفضيينهم في نفس صينيه الكيك عشان يعملوا لنا نفس الشكل، ودخلناه الثلاجه تقريبا 3 ساعات او حاجه. فالجيلي بصوا بقى متماسك جوه الصينيه ازاي، بقى تحفه اهو. هاتيهولنا يا سمور. ايوه اهو، تمام كده. وهنقوم واخدين الكيك نحطه كده على الجيلي. بس انا عايزه قبل ما احطه عايزه اقص الحته دي بالسكينه. استني يا استاذه سمر، يا استاذه سمر لخبطتيني. هنقطع الوش اللي فوق ده، معلش انا نسيت اقطعه، بس هقطعه معاكم اهو كده اهو بهذا الشكل الظريف. بس ناخد الحته دي كده ونقول لها شكرا، خليكي انت هنا كده على جنب، وناخد الكيكه اللطيفه دي نركبها فوق الجيلي. بصوا اهو الجيلي اللي هو متماسك. تمام، ايوه، ونقوم حاطين الكيك الحلو ده كده، وهنعمل طبقه تانية من الجيلي، بس بقى بباكت جيلي واحد بس عليه كوبايه ميه فقط. تمام، ونحطها نسقي بيه الكلام ده كله وندخلها الثلاجه تاني. هنلاقي الحاجات كلها بقى قفشت في بعضها، ونيجي بقى نقلب الصينيه وتفك كده، هنلاقي من فوق طبقه الجيلي اللي هي اللي تحت خالص دي، وبعدين الكيك في النص، وفوق طبقه جيلي تانيه اللي هي عملت ايه؟ اللي ربطت كل الحاجات دي مع بعض. فاهمين حاجه؟ فاهمين قصدي؟ استنى انا معايا هنا ميه سخنه اهو، هنحط هنا كده كوبايه. تمام، نبكت الجيلي ندوبه كده في الكوبايه اهو، الميه السخنه. او ممكن تعملوها انتوا طبعا بقى في حله على النار عشان الميه تبقى سخنه بتغلي. احنا هنا الميه السخنه عندنا في الكاتل فاستخدمتها على طول. تمام، وهنحط بقى ايه على الكيك؟ بصوا كده، بس كده طبقه الجيلي اللي احنا حطيناها دي هتربط لنا الايه الكيك بالجيلي اللي تحت اللي بارد اصلا، وكمان الجيلي اللي احنا حطيناه ده بحالها الحلو ده تدخل التلاجة كمان ساعتين ولا حاجه، وبعدين نقلبها بقى يا جماعه.